اعتقال لاعب وفاق ستيف وإيداعه السجن صباح اليوم. إليكم التفاصيل. أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بشراقة في العاصمة بإيداع متوسط ميدان نادي وفاق ستيف وخريج أكاديمية نادي بارادو اللاعب غلاس قناوي بالحبس المؤقت، وجاء أمر إيداع خريج مدرسة أتليتيك بارادو الحبس المؤقت بعد متابعته من طرف النيابة بتهم تتعلق بتبييض الأموال. وحسب مصادرنا فإنه تم إيقاف غلاس قناوي نهاية الأسبوع المصارم، كما أوضحت ذات المصادر بأن قناوي بقي في العاصمة بعد الراحة التي أعطاهم المدرب زيري بلال للاعبين عقب لقاء الجمعة الماضية والمتأخر عن الجولة 19 أمام شباب بولزداد في انتظار محاكمته، ويبقى الموضوع قابل للمتابعة. وتجدر الإشارة أن غلاس قناوي من مواليد سنة 1998 ويلعب في مركز متوسط الميدان، وقدم اللاعب أداء جيد خلال مشواره مع نادي وفاق ستيف.